بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله رح نحكي عن الالكترون كونفيجريشن. ايش هو الالكترون كونفيجريشن، او احنا كيف ممكن ان نرسم الاليمنتس، كيف ممكن نكتبهم، نكتب توزيعهم and so on. خلينا اول شيء نحكي عن الHE. الHE في عندها 2 electrons، كيف بنوزعهم؟ كنا دائما نكتب 1s to the 2، يعني الالكترونين تعبوا بفلك واحد من افلاك s. إذا بتتذكروا إحنا في عنا 4 types of subshells، كانوا ال S وال P وال D وال F. إذن the 4 subshells طبعا بيكون كتير منيح لو كنتوا حافظينهم بالترتيب عشان تزايد الأعداد. S C وال P وال D وال F. الاس في عندها فلك واحد وبيحوي على الكترونين. البي في عندها 3 افلاك، وهدول الثلاث افلاك بيحتوي على 6 الكترونات، كل فلك بيحتوي على الكترونين، فاحنا بنضرب 3 افلاك بالكترونين رح يكونوا 6. الدي فيها 4 افلاك يعني 8 الكترونات، والاف فيها 7 افلاك يعني 14 الكترون. 1 2 3 4 5 6 7 times 2 equals to 14. إذن هدول هم the 4 types of subshells. طيب احنا في الجدول الدوري الاعداد هاي بتتزايد كل ما مشينا من اليسار الى اليمين. already عدد الالكترونز بيزداد، نفس الشيء بالنسبة للسبشلز رح يزداد عددهم. خلينا ناخذ مثال ال MG. ال MG في عندها 12 electrons وفي عندنا MG plus 2. خلينا أول شيء نحكي عن ال MG. علشان نكتبها رح نكتب على جنب 1s 2s 2p 3s 3p 3d، هدول كنا نكون حافظينهم. ال D فيها 5 أفلاك إذا بتحتوي 10 إلكترونات، ال P فيها 3 أفلاك إذا بتحوي 6 إلكترونات، وال S فيها فلك إذا بتحوي إلكترونين. كأني هون رسم 4 1 2 3 4، لازم في واحد زيادة وفيه إلكترونين. تمام. إذا 1S 2S 2P 3S 3P and 3D. كيف بدنا نرسم؟ رح نبلش فيهم بالترتيب. أول شيء نحن عم نحكي عن الـ MG مش الـ MG plus 2. الـ MG كيف رح تكون؟ رح تكون 1s to the 2، عبينا أول فلك، أخذنا إلكترونين، صار ضايل 10. من العشر هلأ بدنا نمشي بهذا الشكل كمان مرة. 2s 2s الـ S بتحتوي على 2، إذن 2s to the 2. كمان مرة أخذنا كمان إلكترونين، إذن العشرة صارت 8. هلا بدنا نمشي بهذا الشكل 2p 3s، رح نقول 2p. الp بتحتوي على 6 الكترونات، اذا رح نحط هون 6. 8 ناقص 6 ضل لنا 2. بعدين رح ناخذ 3s 3s رح تكون to the 2. اذا هذا هو ال mg يلي فيه 12 الكترون. طيب mg plus 2، mg plus 2 راح تكون توزيعتها كالتالي 1s to the 2 1s to the 2 2s to the 2 2p to the 6 وبنوقف. mg plus 2 يعني هي أعطت إلكترونين، يعني خسرت إلكترونين، إذا راح نقول 12 minus plus 2 ماينس الشحنة، عدد الإلكترونات ناقص الشحنة. 12 ناقص 2 equals to 10 electrons. تعالوا نجمعهم مع بعض، 2 زائد 2 4 زائد 6 10. إذن إحنا وصلنا للعدد الصحيح. الـ MG فيها 12 إلكترون، الـ MG plus 2 فيها 10 electrons. طيب خلينا نحكي عن الـ P. عندنا هون P فيها 15 electrons، عندنا P minus 3، التشارج تبعتها هي minus 3. إذن مدام ال P فيها 15 electron، إذن أنا رح أقول minus التشارج. التشارج هون negative، إذن رح يصير في عندي 15 minus minus 3 يعني 15، هدول مع بعض رح يصيروا plus اللي هي equals to 18.
15 زائد 3 18 18 الكترون بالايون. بنلاحظ انه عدد الالكترونات بالايون مش الا شرط انه يكون اكبر. لاحظ هون ال Mg plus 2 كان عدد الالكترونات اقل، هون ال Mg minus 3 sorry P minus 3 كان عدد الالكترونات اكتر. طيب خلينا نكتب توزيعة ال P، توزيعة ال P 15. رح نبلش 1s to the 2، 15 ناقص 2 صار ضايل عنا 13. هلأ 2s to the 2 صار ضايل 11. نحن عم نمشي بنفس هذا الترتيب. هلأ 2p، 2p رح أملأ ال p كاملة 2p to the 6. اوكي now 3s to the 2 لأنها بتوسع بس 2. بعد ال 3s to the 2 رح نمشي هيك بال 3p، رح نقول 3p to the 3. خلينا نجمعهم 2 زائد 2 زائد 6 هي 10، زائد 2 زائد 3 هي 15. هلأ ال P minus 3 اكتسبت 3 إلكترونات، إذن في عنا 18، يعني رح يكون نفس هذا ورح يفرق بس في النهاية. 1s to the 2 2s to the 2 2p to the 6 and 3s to the 2 هلأ 3p. الفرق هو 3 إلكترونات، إذن الثلاثة هاي رح تصير 6. بنلاحظ هون إنه الفلك P صار ممتلئ، نفس الشي هون فلك P صار ممتلئ، إذن إحنا بنسعى لأنه نحصل على فلك P ويكون ممتلئ علشان الذرة تكون مستقرة، الأيون يكون أكثر استقراراً وتوازناً. خلينا نأخذ أمثلة تانية. في عندنا FE وFE plus 2 وFE plus 3. بدنا نشوف ال FE كيف بدنا نحله. خلينا أول إشي نكتب الترتيب تبعنا تبع 1s 2s. إحنا عنا 1s 2s 3s and 4s. عند 2 بنبلش P، بيصير عنا 2p 3p 4p. الD بتبلش من عند 3، صار عنا 3d 4d. الF بتبلش من عند ال 4، إذا أنا في عندي هون 4F. الS بتوسع 2، الP بتوسع 6، الD بتوسع 10، والF بتوسع 14. خلينا نبلش بالF. الF العدد الإلكترونات فيه هو 26. طيب الF plus 2 بما أنه هون العدد 26 minus 2 لأنه إحنا حنقول minus للشارج، إذن صار فيه 24. طب بالنسبة للF plus 3 رح نقول 26 ناقص 3 يلي هي 23، هاي هي للشارج تبعتها. خلينا نكتب توزيعة الFE. الFE من غير أي تشارج فيها 26 إلكترون، رح نبلش من ال 1s، رح نكتب 1s to the 2 2s to the 2 2p to the 6. نحنا كيف عم نمشي؟ مشينا هيك ملقنا ال 1s، هلا بدنا نمشي هيك ملقنا ال 2s. هلا مشينا من عند 2p لل 3s، حكينا 2p to the 6، هلا 3s to the 2. هلا بدنا نمشي كمان مرة بهذا الشكل، نقول 3p and then 4s، حنقول 3p، الp كمان مرة to the 6. بعدين رح نيجي لل 4s to the 2. لحد هلا احنا لسه ما خلصنا، خلينا نعدهم. 2 زائد 2 زائد 6 هي 10، 2 زائد 2 زائد 2 زائد 6 زائد 2 هي صرنا 20. ضل 6 الكترونات. ال 6 الكترونات وين رح نعبيهم؟ رح نعبيهم في D، بما انه هلا بدنا نبلش نمشي بهذا الاتجاه. حنقول 3D to the 6، ال 6 الكترونات يلي ضلوا. عشان يكون الفلك أكثر استقرارا، حسب ما إحنا بنعرف لما يكون نصف ممتلئ بيكون أكثر استقرارا، نكتب 3D to the 5 علشان يكون 1 2 3 4 5. ولا لما يكون الفلك بهذا الشكل
بيكون أكثر استقرار وأكثر توازن من إنه يكون في واحد زيادة هون بهذا الشكل. طبعا هون نحن عم نحكي عن الأفلاك دي. أوكي خلينا نرجع نكتب توزيعة ال Fe plus 2 as a charge. راح يكون 1s to the 2, عم نمشي بنفس الترتيب, 2s to the 2, 2p to the 6, 3s to the 2, 3p to the 6, 4s to the ال s هون لقداش بدنا نرفعها. s في العادي بيكون فيها 2, بس انا بدي ال 3d تكون ممتلئة وفيها 6. واذا بتلاحظوا انه عدد الالكترونات قل, اذا انا هون رح احط a 0. تمام, هون التشارج تبعت Fe plus 2 علشان تكون ال D ممتلئة. اكتبوا لهاي البوينت كتير. خلينا هلأ نكتب Fe 3 positive, رح يكون 1s to the 2, البدايات نفسها رح تكون 2s to the 2, 2p to the 6, 3s to the 2, 3p to the 6. نحن لحد هون جمعنا 12, 14, 16 and 18. بعد ال 3p to the 6 رح يجي عندنا ال 4s. كمان مرة ال 4s رح نحط عندها 0 أو دوت, وبعديها 3d to the 5. to the 5 زي ما شرحت لكم علشان يكون أكثر استقرارا. إذا هيك إحنا بنوزع الإلكترونز. الفكرة إنه إحنا بدنا نوزع بطريقة تخلي العنصر قادر يتفاعل وقادر إنه يكون روابط مع عناصر أخرى. فلما يكون نصف ممتلئ بيكون أكثر قابلية للتفاعل وللارتباط. هيك بنكون خلصنا. إن شاء الله إنكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا كتير. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب, ما تنسوني من دعائكم, بتمنى لكم كل التوفيق.